صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جزار ظهري محلل ومدرب معتمد في هذه الشركة. بهذه الجلسة الصباحية واليوم نهار الثلاثاء 13/11/2018 رح نقوم بهذه التغطية المباشرة على معظم العمليات والأزواج الرئيسية الموجودة عندي على منصة التداول. تعودتوا علينا على هذه الجلسات الصباحية، تعودتوا على أنه نقوم بمعظم التحاليل الأساسية باستعمال أبرز التحاليل وطبعا الشموع اليابانية وأبرز التحاليل الفنية أو خلينا نقول تقنية مثل موجات اليوت وغيرها من المؤشرات على العملات الرئيسية. طبعا بتعرفوا التحاليل اللي عم نقوم فيها عم بتكون مثمرة، عم نقدر نحدد فرص استثمار ونستخرج فرص استثمار من سوق الفوركس، وطبعا عم نجرب انه نقلص المخاطر ونجرب انه ننقل خبرتنا للعملاء اللي عم يتابعونا بشكل يومي. هلا اليوم بجلسة اليوم طبعا وبالمرور على الأجندة الاقتصادية بشكل يومي، مثل ما بتعرفوا انه لازم نمر على الأجندة الاقتصادية كرمال نقدر نحدد اذا عندي بعض الأخبار المهمة اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. ما فينا نتداول ونحن تقريبا عم نفكر بي اذا بدكم فقط بالمركز اللي دخلين فيه، ما فينا نتداول ونغض النظر عن الاقتصاد العالمي، ما فينا نتداول ونغض النظر على التشنجات اللي عم تحصل بالدول الكبرى، ما فينا نتداول وما نستعمل استراتيجيه تداول، ما فينا نتداول ونكون على امل انه بس نربح وطبعا نقول انه الخساره غير موجوده، ما فينا نتداول ونقول انه نحن لازم فقط ناخذ اتجاه واحد لانه عندنا عاطفه لعمله او سلعه معينه، فعلى طول لازم في عندي بعض العوامل الرئيسية اللي لازم نحن ناخذهم بعين الاعتبار ونستخرجهم إذا بدكم، أو خلينا نقول نقلصهم كرمال نقدر نكون عم نتداول بشكل أنجح. ما في شك إنه التقلبات بالسوق، الارتفاعات والانخفاضات ضخمة جدا، ما في شك على إنه الفولاتيليتي عم بتكون صعبة، ما في شك على إنه تقريبا العملات الرئيسية عم بتكون إذا بدكم ما عندها اتجاه واضح، عم بتكون بمرحلة أفقية بامتياز. هذه المرحلة الأفقية لا يوجد حل لها بالوقت الحالي أو على المدى القريب. طبعا استرليني دولار، خلينا نبتدي باسترليني دولار العملة البريطانية اللي هي طبعا تابعة للحكم الإنجليزي، العملة البريطانية اللي هي الأقوى عبر إذا بدكم التاريخ، إذا بنرجع لورا بسنة 1971 كانت هي العملة الرئيسية، أوكي؟ لا طبعا دعم العملات الرئيسيه في البنوك المركزيه. شو يعني؟ يعني عم بتكلم على استرليني دولار او على الباوند دولار هيستوريكلي تاريخيا كانت تسعر بال 2.2. شو يعني 2.1 2.2؟ يعني عم بتكلم كل دولارين فاصل 10 سنت او دولارين فاصل 20 سنت امريكاني ليعطيني 1 باوند. كانت هذه العمله من العملات الاقوى عبر التاريخ، وكانت طبعا من العملات الرئيسية اللي هي بيدعموا فيها أو عملة الاحتياط للبنوك المركزية اللي هي بيدعموا فيها طبعا عملتهم الموجودة في البلد. يعني من الواضح انه عم نشهد ارتفاعات على استرليني دولار، من الواضح انه في بدايه هذه الجلسه طبعا من وراء نمط احتوائي تم تسجيله، وطبعا اكثر من رائع انه ناخذ اشاره من هذه الشموع اليابانيه، ومثل ما بتعرفوا انه هذه الشمعه هي نمط احتوائي، صح ولا لا؟ شو يعني نمط احتوائي؟ يعني من وراء انخفاض معين شهدنا على شمعة تابعة لفريق الثيران سجلت مستوى أوطى من الشمعة اللي قبلها، أغلقت فوق افتتاحها إشارة إيجابية ونتوقع تكملة اتجاه الصاعد على المدى الوسط للقصير. هذا النمط الاحتوائي اللي عم نشوفه أمامنا طبعا رح يدعم نظرية ارتفاع استرليني بهذه الجلسة، بجلسة اليوم أو بالجلسات القادمة. وطبعا ما في شك على أنه السوق عم بيكون صعب، ما في شك على أنه الوقف الخسارة بده يكون تايت ودقيق جدا، ولازم يكون معروض بأماكن حساسة. مثل ما بتلاحظ من ورا الانجلفنج باترن جاما شاهدنا على شمعه بتابع على فريق الدبب باللون الاحمر، وطبعا يعني ممكن نرجع كنا ندخل بفرص استثمار ووقف خساره قريب جدا لانه كنا قربنا على الستوب لوس ولكن ما لمسنا القاع. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. استاذ محمد، طبعا اليورو دولار يعني بالمبدا رح نشوف هلا اسعار الذهب واليورو دولار، ولكن اليورو دولار هم العملات الرئيسيه اللي هلا ممكن نشهد بعد اذا بدكم الضعف مقابل العملات الاخرى. عم نشهد على اليورو دولار تراجع وسيطره فريق الدبب بشكل واضح عليه. طبعا بالنسبه لي ممكن نبتدي بموجه تصحيه على اليورو دولار، حان الوقت انه نحن نبتدي بهذه الموجه التصحيه وباستعمال خطوط الدعم اللي هي موجوده على القيعان، هي الانسب. يعني على طول في عندي خطوط دعم ومقاومة، ولكن لما يكون عندي بنفق ميل على انخفاض بهذا الشكل يلقب بالفولينج ويدج، فولينج ويدج بتدل على انه ممكن نبتدي بموجة تصحيحية عن قريب. والعملات الرئيسية اللي ابتدت هذا التصحيح وابتدينا نشهد هذا التصحيح هو استرليني دولار. عم بتلاحظوا استرليني دولار من ادنى مستوياته صار مرتفع اولموست بحدود ال 100 نقطة، من ال 128.20 لل 129.03 اولموست
تقريبا 100 نقطة. فبهيدي الحالة سبق اليورو دولار بالاتجاه الصاعد، الطلب عم بيكون على استرليني أكثر من اليورو دولار. ما في شك إنه العرض والطلب بسرعة الارتفاع والانخفاضات هيدا الشيء بيأثر، ولكن سوق الفوركس بطل بعرض والطلب. أنتم بتعرفوا إنه ماشين تريدينج سيستم، لأنه أصبح عندي حجم تداول ضخم جدا بسوق الفوركس، أصبح مين ما كان ممكن يدخل على سوق الفوركس، مين ما كان بأي بلد كان بأي لحظة ممكن يفتح حساب في شركة مالية ويدخل على سوق الفوركس. هذا الشيء كبر حجم التداول، ولما نكبر حجم التداول رح يصير الصعب السوق اكثر، وطبعا ما في عندي فرص استثمار بكل بساطه بالعرض والطلب. خلينا اعطيكم مثل، اذا في حال عم نتكلم على السوق عرض وطلب ومثل ما كنا ندرس بالكتاب والامور كلها تمام، يعني اذا في حال الاكثريه داخله بمراكز شراء لليورو، يعني اصبح عندي طلب ضخم على اليورو دولار، يعني لازم يرتفع اليورو، وبما انه الاكثريه داخلين بمراكز شراء على اليورو يعني الاكثريه عم يربحوا. ولكن طبعا هذه مش هي الحاله بسوق الفوركس، يعني السوق ما راح يمشي بقى بعرض وطلب، السوق بما انه اصبح فيه متداولين حجم التداول ضخم فيه، عندك 4 تريليون دولار يوميا بيتداول بسوق الفوركس، فبهيدي الحاله اصبح السوق عم يشتغل بالاتجاه المعاكس للاتجاه المنطقي للمنطق البشري او السايكولوجيكال بيهيفير، مشان هيك اصبحت الفوركس او سوق الفوركس اصبح اصعب من غيره. رح نمر على اسعار الذهب واليورو دولار، بما انه احد الاشخاص طلبهم اليورو دولار، لكن ممكن نبتدي موجه الصحيه من هذه المستويات الحاليه. ما في شك انه نحن كنا متوقعين انفرس هيد اند شولدرز، وكثير من الاشخاص شافوا نمط الراس والكتفين، وهذا النمط الراس والكتفين اللي هو عطاني اشاره انه ممكن يكون اذا بدكم اشاره ايجابيه، ولكن للاسف تم اختراقه وتم اختراق اخر قاع. هلا بما انه تم اختراق هذا القاع وعم نتداول تحته، نتوقع انه لازم يكون عندي اهداف لنقدر نحدد القاعان اللي ممكن نوقف عليها وتكون فرص استثمار مميزه على اليورو دولار، باستعمال فيبوناتشي شريط ريسمنت من اخر قاع لاخر قمه، وبالاضافه للارقام اللي بنزيدها بشركه تكمل اللي هي 125% او 125% خلينا نقول فيبوناتشي شريط ريسمنت، اللي هو الارقام المميزه اللي هي منا موجوده عاده في فيبوناتشي، نحن بنضيفها لانه اكتشفنا انه السوق اصبح عم يحترم نقاط غير موجوده في فيبوناتشي. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم نيرفانا، سامر، استاذ سامر اهلا وسهلا فيك، استاذ علي صباح الخير. لكن في ارقام عم نضيفها نحن في فيبوناتشي، شو يعني؟ عم نلاحظ انه فيبوناتشي طبعا هي مؤشر عريق اكثر اذا بدكم، او اشهر من ان يعرف، لانه كانوا يستعملوه من اكثر من 10 سنوات و15 سنه لورا وكان اكثر من ناجح، ولكن بالوقت الحالي بنلاحظ انه السوق ما عم يحترم الارقام المميزه اللي كانت فيها، خلينا نقول 61% او 50% او 38%. عن هيك نحن محللين شركه تكمل، محللين اللي موجودين بشكل يومي للدعم طبعا اللي عم نقدمه بشكل يومي، قرروا انه يضيفوا ويعملوا اختبارات على فيبوناتشي، واكتشفنا انه ال 76.4% هي الارقام المميزه بالوقت الحالي. عم نتكلم على 125% لويف بي او الريجولر ويف، يعني من وراء موجات اذا بدكم تصحيه، ثلاث موجات تصحيه بكون عندي سيناريو على انه ممكن ننخفض ونخترق اخر قاع اللي هو مثل ما حصل بهذا السيناريو هون، اوكي؟ فبهيدي الحاله طبعا من هون لهون ممكن نرجع نتوقع مستويات ال 125% قبل ما نفكر بالاتجاه الصاعد ونتوقع ارتفاع عن جديد لزياره ويف سي او مستويات اعلى. فبهيدي الحاله هلا نتوقع مستويات ال 111.16 على اسعار اليورو دولار، او 111.69 كمرحله اولى 125%، ومن ثم بدايه موجه صحيه والاتجاه الصاعد. هلا بالنسبه لاسعار الذهب، ما في شك انه نحن من اول الاشخاص اللي قمنا بتحليل اسعار الذهب وقلنا انه ممكن نبتدي باتجاه الهابط. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيكم. طبعا يعني بالمبدا نحن نتوقع، استاذ علي، استاذ محمد، شكرا حبيبي، يعني ان شاء الله تكونوا كلكم عم تربحوا، انا بتمنى لكم خير. انتم بتعرفوا انه نحن على طول المحللين يعني بغض النظر ان كان محل تقني او اساسي او اي شيء، كل متداول بسوق الفوركس، اوكي، يعني فينا نجمع حالنا بفريق واحد، نحن فريق واحد ضد البورصه اللي هي الفريق الاخر، فبهيدي الحاله ليش لا، اذا ممكن نفيد بعض ونساعد بعض. نحن هون مش لننظر على بعض او لننتقد بعض، ولكن لا، نحن هون لنفيد بعض لانه نحن فريق واحد والبورصه فريق الاخر، وان شاء الله الكل بيربح. طبعا لما الواحد يربح ما عم ياخذهم من جيبتي، عم ياخذهم من جيبتي يمكن واحد من الصين او واحد من الهند، فطبعا بنتمنى التوفيق للكل، ولكن لازم اشخاص تخسر لنحن نربح.
فيعني بالنسبه لنا السوق اصبح شوي صغير اذا بدكم، صعب اصبح اذا بدكم التقلبات اصعب من غيرها، ولكن بالنسبه لي ارتفاع استرليني واليورو صارت اذا بدكم اساسيه وضروريه لموجه تصحيح اقل ولا تصحيح المؤشرات. هلا اذا بندخل المؤشرات على الرسوم البيانيه اليورو واسترليني، نعرف انه معظم المؤشرات ان كان الار اس اي ان كان البولينجر بانز ان كان البارابوليك اس ار، كل هول الامور بنلاحظ انه هلا هن اصبحوا بمنطقه تشبع على البيع قرب مستويات ال 30 وال 20، فبهذه الحاله نتوقع انه ممكن تبتدي موجه تصحيح على المدى القريب. اسعار الذهب، اسعار الذهب، اسعار الذهب كنا تكلمنا عليها يا جماعه، شوفوا السيناريوهات اللي كنا عم ندخلها على اسعار الذهب. الجولد كنا قايلين انه ممكن يوصل بموجه رقم 4 على مستويات 1238 1234 ويبتدي بالاتجاه الهابط لزياره مستوى 1166. كنا حللناها، كنا قلنا انه نحن بموجه رقم 4 وبصدد انخفاض موجه الخامسه. للاسف بعدني شايف انخفاض لاسعار الذهب، للاسف بعدني شايف مستويات اوطى يعني كزياره مستوى 1124. ما في عندي امل على انه ممكن يكون عندي طلب على اسعار الذهب بالوقت الحالي من ورا ما نثبت مستويات اوقاع ال 1124. من هونيك نرجع بنفكر بامل صغير على المدى الوسط للطويل انه نرجع نبتدي بسيناريو ايجابي، ولكن نحن ما في شك انه نحن نتوقع هلا انخفاض اسعار الذهب لتثبيت مستوى ال 1124. من وراء مستوى ال 1124 ممكن يكون عندي سيناريو بالاتجاه الصاعد لزياره ال 1370 عن جديد، بما انه داخلين بمرحله افقيه بامتياز على اسعار الذهب بين هذه المستويات اللي هي مستوى ال 1120 وال 1370، ونتوقع انه ممكن نتوقع اختراق الاتجاه الصاعد ان شاء الله. نحن بالدول العربيه وطبعا بلبنان وبكل الدول العربية عنا عاطفة للمعادن والسلع، عنا عاطفة لأسعار النفط، عنا عاطفة لأسعار الذهب اللي هي بنفضل على طول انه تبتدي بالارتفاع، ولكن للأسف الوقت على طول ضدنا. العامل الأساسي اللي هو بيقف ضد المضارب والمستثمر بسوق الفوركس او بسوق العملات والفاينانشال ماركتس هو الوقت. ليش الوقت يا جماعة؟ على طول الطمع والوقت، لأنه نحن إذا في حال بدنا نفكر انه بدنا نجني بعض الأرباح بدنا إياها سريعة، بدنا نبتدي أول ما نفتح مركز نبتدي بالأرباح بشكل سريع، ولكن هذا الشيء منه وارد، مش وارد على طول. ممكن تسائب، ممكن تسائب بفرصة فرصة ذهبية، أو ممكن تسائب بشكل أو آخر بمرحلة أو بجولدن اوبورتيونيتي إنه ندخل بمركز ونبتدي بالأرباح، ولكن بشكل أو آخر طبعا أتوقع إنه لازم ياخذ وقت السوق، والتايمينج أو الوقت هو العامل الوحيد الأساسي اللي هو بيشتغل ضد المستثمر. يعني عم تلاحظوا ارتفاع أسعار الذهب من سنة 2000 وسنة 1995 لزيارة 1924 بالأونصة. نتوقع إنه هذه الموجة التصحيحية اللي هي بيج أي اي بي سي سمول اي بي سي بيج بي، ونتوقع انخفاض بيج سي. عندي سيناريين، اول سيناريو بقول انه انخفضنا وثبتنا هذا القاع اللي هو موجه رقم 3 وانخفاض موجه رقم 3 اوكي موجه الثالثه التصحيحيه وبدايه موجه بالاتجاه الصاعد بهذا الشكل، يعني اي بي مرحله افقيه وسي ممكن تكون وارده، ولكن السيناريو الاخر للاسف بيقول انه ممكن يكون بعد عندي ميسنج لاج وموجه ناقصه بالاتجاه الهابط لزياره وتثبيت مستويات ال 970 اللي هي ممكن بعد نسجل قاع جديد قبل ما نبتدي بالاتجاه الصاعد. ولكن عم نتكلم على قاع جديد لاسعار الذهب لزياره ال 980، هذا الشيء بدل على انه ممكن اسعار الدولار الامريكي ممكن تسجل بعض مستويات اعلى، مستويات اعلى للدولار الامريكي بتبتدي اذا بدكم بتفكير انه ممكن بعد عندي يكون ضغط رئيسي على اسعار اليورو دولار وغيرها من العملات الرئيسيه. فاسعار الجولد اللي هي طبعا اتوقع انه ممكن يكون عندي دبليو اكس واي اللي هي موجات الصحيه ويف 4 وميسنج لاج ويف 5 الاتجاه الهابط، نتوقع تكمل الاتجاه الهابط على اسعار الذهب او الجولد. اوكي، اما بالنسبه للشارتس الاخرى كنا عم نتكلم على استرليني دولار، استرليني دولار عم نتكلم على 7 سوينجز هاي ويف اي موجه الصحيه ويف بي اللي هي دبليو اكس واي، نتوقع على المدى الوسط للطويل ميديوم تو لونج تيرم 123 120 121، ولكن ممكن هلا موجه الصحيه او كوركتيف ويف بالاتجاه الصاعد لزياده مستوى 134 135 بيفور بريك اوت او قبل الانخفاض والانهيار على المدى الوسط للطويل. بدنا ننتبه من البريكزيت اللي ممكن تكون عم بتاثر على هذه السيناريوهات المفترضه اللي عم نقوم فيها. اما بالنسبه لاسعار اليو اس دي جي بي واي عم نتكلم على دبليو اكس واي كوركتيف ويفز، بتوقع انه ممكن يكون ابتدينا بموجه رقم واحد، موجه رقم اثنين اللي هي ويف 2،
على 88.2% في بوناتشي ريتريسمنت، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط لزياره 108.88 in the coming sessions او بالجلسات القادمه. وبالنسبه لليورو دولار قلت لكم نتوقع هون يكون عم ينخفض بويف 1 2 ويف 3 اللي هي نتوقع عن قد انتهت، ويف 4 ويف 5 هيدي ويف 1 اي بي سي دبليو اكس الريجولر فلات، نتوقع زياره 125% في بوناتشي ريتريسمنت ليفل اللي هي بتكون الريجولر فلات او موجه تصحيه ولكن المعقده او الكومبلكس، نتوقع ارتفاع لزياره مستوى 118 119. ولكن على المدى الطويل هل يا ترى راح نكفي بالاتجاه الصاعد على اليورو دولار؟ طبعا لا. على المدى الطويل للأسف على رسم بيان الشهري والأسبوعي، إذا بفرجيكم هذا الضغط السلبي والخطوط المقاومة الموجودة عندي، من الواضح أنه نتوقع تكمل اتجاه الهابط للأسف على المدى الوسط للطويل لزيارة مستويات 0.93. 0.93 على اليورو؟ نعم 0.93 وممكن 0.88. هل يا ترى هذه الأرقام واردة أو شبه مستحيلة؟ طبعا ما في شيء عندنا مستحيل بسوق الفوركس، ما في شيء مستحيل. ممكن وراء انتهاء 0.88 نتوقع تكمل اتجاه الصاعد ل 1.56 و 1.70 على المدى الوسط للطويل، ولكن ممكن نزور هذه الأرقام وليش لا؟ إذا في حال أسعار الذهب انخفضت من مستويات 1900 دولار لسعر 1000 دولار، هذا الشيء طبعا كان شبه مستحيل وحصل، ولكن اسعار النفط من مستوى 114 دولار لمستوى 25 دولار شبه مستحيل، ولكن بالفعل تم الهبوط. اسعار الفضه، اسعار الفضه صححت من حاله اكثر من 80%، ارتفاع من سنه 1998 لسنه 2008 2009 2010، هذا الانخفاض باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت كان اكثر من 50 و60%، صححنا 76.4 almost من الارقام. فبهذه الحالة ممكن تكون عندي هذه الموجة قد انتهت وبداية موجة على المدى الوسط للطويل بالاتجاه الصاعد. يعني ان شاء الله نبتدي بالارتفاع للمعادن والسلع اللي هن ممكن يعطونا اشارات جيدة جدا على المدى الوسط للقصير، يعني ان شاء الله نبتدي بالاتجاه الصاعد على اسعار النفط وعلى اسعار الجولد. اما بالنسبة لإلي اسعار النفط نتوقع انه انهينا هذا الانخفاض على المدى القصير، يعني كمضاربة بالنسبة لإلي ممكن يكون عندي اخر موجة انخفاض اللي هي عم نسجل فيها 1 2 3 4، بعد 5 اخر موجة انخفاض وبداية موجة تصحيح بالاتجاه الصاعد قبل ما نكفي اتجاه الهابط على المدى الوسط للطويل. يعني اتوقع في بعد اخر لو او اخر كا ممكن يتسجل هلا بالمراحل القادمة بجلسة اليوم او بالكومينج سيشنز، ونبتدي موجة تصحيح بالاتجاه الصاعد لزيارة مستوى 63 او 64، ومن ثم تعزيز مراكز البيع عن جديد للأسف لمستويات 55 دولار ومستويات تقريبا 49 دولار. هذه السيناريوهات المفترض إذا مدخل على بلوج أو موقع تكمل هل بعد منزل بوست اللي هي أسعار النفط، وخلينا نقول يعني سيناريو على اليورو دولار وأسعار النفط. أسعار النفط كنت عم أقول أنه عم تختبر أسعار النفط مستويات دعم مهمة جدا، نتوقع أنه أسعار النفط كف اتجاه الصاعد الهابط واللي هي نحن توقعناها قبل غيرنا، كان أسعار النفط عن مستوية 70 و72 دولار، وقلت لكم أنه نتوقع تكمل اتجاه الهابط ويف A B C لزيارة مستوى 40 دولار عن جديد. هذا التوقع نحن الوحيدين اللي عملناه، هذا التوقع الوحيدين اللي رسمنا له رسم البيانة، وهلأ عم بعمل له أبلود على مدونة تكمل على بلوك تكمل اللي هو ممكن تدخلوا عليه من موقع تكمل على المدونة، وطبعا تشوفوا أبرز التحاليل عم نقوم فيها. ما في شك انه نحن عم نقوم بتحاليل مميزة جدا، هذا الانخفاض كنا شاهدناه وكنا ايضا توقعناه من قبل. اما بالنسبة لليورو دولار عم نتوقع هلأ تكمل اتجاه الهابط، وعندي اذا بدكم السلطة الاقليمية اللي هي طبعا منظمة ايطاليا عم بيصير في عندي ضغط سلبي، او خليني اقول سيناريات مميزة بين ايطاليا والاتحاد الاوروبي اللي هي عم بيكون عندي بعض العجز باجراء اذا بدكم خليني اقول بعض التحاليل او بعض القوانين المالية الاقليمية اللي هي عم بتسلط عقوبات قاسية جدا على إيطاليا، وطبعا هيدا الشيء اللي دفعها للأزمة. فبهذه الحالة أتوقع تأثير اليورو دولار أو العملة الأوروبية الموحدة على المدى الوسط للقصير. ما تنسوا تدخلوا على مدونة تكمل، مدونة تكمل طبعا فيها أبلودز لمعظم الرسوم البيانية ومعظم طبعا البيانات الاقتصادية. ما فينا نقوم بتحليل الفوركس، ما فينا ندخل بمراكز شراء أما بيع غير ما نكون طبعا عم نحلل تقنيا، وأيضا غير تقنياً لازم نكون عم نحلل يا جماعة اقتصادياً، لازم نكون عم نمر على معظم
العملات، او عم نمر على، عم نتكلم على اقتصاد وتشنجات الدول الكبرى، وعم نتكلم عن الامور اللي ممكن تفيدني بالاستثمار وبالتفكير على المدى الوسط للطويل، ومن ثم اختياري لبعض مراكز الاستثمار باستعمال الشموع اليابانيه ومؤشرات التقنيه والرسوم الداهميه. أنا بتشكر وجودكم لإلي ودعمكم لإلي بشكل يومي. يعني طبعا أستاذ العزيز، المضارب على المدى القصير يعني بالمبدأ ما فينا نشتغل عليه. التداول هلا عم بيكون صعب، ما في شك. أنا هون فقط للمساعدة للتحليل، يعني مش بالضرورة أن نكون نحن عم نقدر طبعا نجني بعض الأرباح الطايلة. أنتم بتعرفوا بشهر نوفمبر وديسمبر هن أصعب أشهر للتداول، أصعب أشهر للتداول. ما في شك إنه نحن كمحللين تقنيين لازم هلأ نوقف التداول لشهر فبراير. أنتم بتعرفوا إنه لازم نوقف التداول لشهر فبراير. ممكن نكون طلعنا بالحساب رجعنا نزلنا، ولكن نحن بالإيجابي مني بالسلبي. هيدا أهم شيء. إذا أنت عم تقدر تحافظ على مركزك وعم تقدر تحافظ على رأس مالك بهذه الأشهر الصعبة وبهذا التداول الصعب، أنت بتكون أكثر من رائع. مزبوط ولا لا؟ فبهيدي الحالة ما في لزوم تكون عم تحدد أرباح الطايلة، ولكن أنت لازم تكون عم تختار فرص استثمار وتكون عم تقدر تكون بالإيجابي وليس بالسلبي. شهر نوفمبر وديسمبر لا يمكن التداول فيهم، ما عندي اتجاهات عامة، عندي تقلبات ضخمة جدا. إذا في حال ما عم تستفيد من هذه الجلسات ممكن انه ما تتبعني بكل بساطه، ولكن انا عم جرب اقدم بكل بساطه معلومات بسيطه عن الرسوم البيانيه، ونقدر نحدد بعض السيناريوهات المفترضه على الرسوم البيانيه. انا مني هون عم بقوم بتحليل شبه اكيد، عم بقول لك رح يرتفع او ينخفض السوق، عم جرب اقول لك خبرتي بالرسوم البيانيه وممكن نستفيد منها. ما في شك انه التداول صعب، هلا الوقت الاصعب للتداول لانه فولاتيليتي اندكس او مؤشر الفيكس عم بيرتفع. لما يكون مؤشر الفيكس عم بيرتفع بهذه الحاله التداول لا يمكن يكون ناجح، مستحيل يكون ناجح، ولكن اهم شيء تقدر تحافظ عليه بالاجابه ويكون راس مالك اللي ابتديت فيه طبعا بعضه نفسه. نحن ابتدينا بحساب دولار، حساب 3000 دولار على الدم اللي عم يتكلم عليه الاستاذ، حساب 3000 دولار هلا بعده 3182 دولار، وداخل بمركز بيع على الدولار ين. عم جرب اني ادخل بمراكز وصفقات شراء وبيع، طلعنا بالحساب لل 4500 و4800، ولكن كذا مركز رجع لمس وقف الخساره بالنسبه للدولار كاد. للاكستنشن ويفز يعني عم نتكلم على موجات، اذا في حال بدي ادخل وقف خساره بعيد، عم بستعمل وقف خساره فوق مستوى ال 61%، عم بيرتفع السوق لمستويات ال 76.4%. هيدا اكستنشن للويف، هيدا الشيء طبعا منه تحليل خاطئ، ولكن اكستنشن للويف، وعم بكفي التحليل بنفس الطريقه. نحن الوحيدين اللي شفنا اسعار الذهب رح تنخفض، نحن الوحيدين اللي شفنا اسعار الذهب رح تنخفض، نحن الوحيدين اللي شفنا اسعار اليورو دولار رح تنخفض لمستويات ال 111 20 اللي ممكن نصيبها. عم نتكلم على اسعار البيتكوين اللي هي ابتدت ترتفع بشكل بسيط وملحوظ من وراء مرحله افقيه كمان تكلمنا عليها، تكلمت على انخفاض المؤشرات الامريكيه ومن ثم ارتفاع لتسجيل قمم جديده اللي هي ممكن نشهدها ايضا بالجلسات القادمه. السيناريوهات عم بيصيب، ولكن اللي عنده نفس طويل واللي بيقدر يتداول على المدى الوسط للطويل هو اللي بيكون ناجح. المضاربه بالوقت الحالي غير ناجحه، وانا بتمنى اذا في حال حمدي شخص عم بيتداول هلا بشكل سكالبينج او مضاربه وعم بيكون ناجح، يتفضل ينقل لي خبرته، وانا بكون اكثر من سعيد انه اتعلم منه طريقه ناجحه للتداول فيها بشكل مضارب وبشكل يومي. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لي بشكل يومي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو. انا كان معكم المحلل التقني جزاف ظهري من شركه تكمل. الى اللقاء.